السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الصحفية مخلوف كريمة من الجزائر العاصمة. تقرير اليوم تقرير حساس، ضحايا العقود المنتهية يعانون التهميش والنسيان. قام مواطنون جزائريون بوقفة احتجاجية أمام وزارة التضامن من أجل المطالبة بحقوقهم. يتصنف هؤلاء المواطنون ضمن ضحايا العقود المنتهية. كانت المظاهرة قصدا من أجل الحصول على رد شافي من وزارة التضامن، إلا أن هذه الأخيرة رفضت استقبالهم، كما استعملت القوة العمومية لتفريقهم ومنعهم من التجمع، رغم أن حق الاحتجاج بطريقة سلمية مكفول به. ضحايا العقود المنتهية هم فئة يقومون بالاحتجاج لأكثر من سنتين من أجل المطالبة بحق الإدماج وفتح العقود. تتضمن مطالبهم الأساسية إعادة فتح العقود المنتهية وتمديد العقود وتحويلها لمديرية التشغيل، الإدماج، إلغاء شرط السن المحدد ب 35 سنة، والاستفادة بنفس الراتب الخاص بفئات الإدماج المهنية الأخرى. وما علي إلا أن أقول، يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة، أما المتفائل فيرى الفرصة في كل صعوبة. مع الأسف إلى الآن لم يجدوا أي أذان صاغية، ولم يحصلوا على أي تصريح من طرف وزارة التضامن، وتبقى المعاناة على حالها في انتظار تدخل وزيرة التضامن في القريب العاجل. وفي الأخير أختم الكلام بمسك الختام، صلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. تقبلوا تحياتي وتحية طاقم قناة الأوراس، في أمان الله.